التدخل الروسي، الاحتلال الروسي، ما هو التدخل الروسي، من صار له تقريبا سنة متدخل بسوريا. طبعا بعد ما النظام يعني وشك على السقوط، أو بالأحرى كان أيام أو شهور بيسقط، فاستعان النظام بالاحتلال الروسي واختلفت الموازين على الأرض. زاد الدم، زاد المجازر، مجتمع دولي متخاذل، ما حد قدر يمنع روسيا أو يمنع الاحتلال أو يمنع الطيران أو يمنع يعني أو يبرر لأماكن القصف. طبعا كل شيء بتدخل بحجة مكافحة الإرهاب، بحجة مكافحة داعش وهالقصص هاي. طبعا يمكن يعني الغارات الجوية 99% هي في المناطق المحررة، مناطق سيطرة معارضة، أو 1% هي بمناطق داعش، أو يمكن ما قصفوا لحد الآن أبدا. هاي ذريعة للتدخل في أي حدا بده يتدخل في الأراضي السورية أو بده يتدخل في الحرب بشكل أو بآخر. يعني طبعا سوريا صارت مسرح لدول كثيرة عم تصفي تارات قديمة بجوز، أو مسرح دولي كل عم يقتل فينا كل، وطبعا الراس عم يتفرج وعم يلعب، وحمام الدم ما عاد يوقف، المدن زاد حصارها، التهجير، التغيير الديموغرافي زاد من تدخل روسيا، زاد التغيير الديموغرافي في مناطق بالشام، دارية، آخر شيء حمص الوعر، كثير مناطق كمان تغيير ديموغرافي وتهجير. نفس الشيء في حلب حاليا، حصار الخانق يعني، والقصف الروسي الممنهج اللي قصف كل المرافق الحيوية من مشافي لمنازل سكنية، وطبعا على مرأى ومسمع كل العالم، وكل عم يتفرج وكل عم يبرر التدخل الروسي. برأيك أثرت على المعارك؟ طبعا هلق المعارك قبل نحن متفوقين عليها، واخر معارك اللي نهضت يمكن الثوره هي معارك تحرير ادلب كامله، كان لسه التدخل الروسي ما مبلش في سوريا. كان هو طبعا مبلش من البدايات لانه على اساس خبراء او اعضاء خبراء في مجال حروب، ما كان تدخل مباشر او علني. طبعا من السنه كان تدخل علني. لولا التدخل الروسي لكان هلق يمكن لحمص او للشام مناطق محرره تعد. بس التدخل الروسي انقذ النظام من السقوط، لانه لا حزب اللات حسين يعمل له شيء، ولا المرتزقه الافغان عملوا له شيء، ولا العراقيين عملوا له شيء، ولا حتى ايران يمكن ساعدته بالتقدم ولو متر على الارض. طبعا طيران روسي ما اثر على الجبهات، جبهات القتال، اثر على المدنيين، قصف الاسواق بشكل عنيف، بشكل عشوائي، قصف المدارس، قصف مشافي، قصف مكان تجمع الناس بشكل وحش كثير، واثر مجازر، وسبب بنزوح كثير من العائلات السورية، وهجر كثير مناطق. اكثر مدن منكوبه بسبب الطائرات الروسية، القصف العنيف، القصف اماكن التجمعات المدنية بشكل دائم لاكثر من مره في نفس المكان. التدخل الروسي اثر كثير على الثورة السورية، وساعد داعش على كمان، هي مثل التدخل الروسي قضى على الثورة تقريبا. فاهم بحجة انه يقتل يعني ينهو شيء اسمه داعش في المنطقة، بس بالعكس ساعدوه. لما نشوف الضربات، بس انه اقرع حرب روسيا باتجاه الشمال، طبعا بيضرب ادلب وحلب، هاي المناطق اللي يعني تابعة للثورة، يلي فيها الثورة يعني. وأثر كثير على الجبهات، كان يستخدم الطيران طبعا الحديث، وكان يعني دقة في الهدف، أثر كثير على الجبهات. ومثل ما حكينا ساعد داعش، ما لاحظنا انه كان يخصف داعش ولا شيء. وحتى اذا خصف داعش كان يخصف مناطق يعني فيها المدنيين، يعني تروح ضحايا من المدنيين اكثر، مثل ما كان يخصفنا عنا. عاد يخسر منطقه في بالجبهات من مناطق النظام، كان يجي يضرب الروسي المواطنين في بالمناطق اللي مسيطر عليها الثوره يعني. هل برأيك أثر على تقدم الثوار؟ أثر كثير على تقدم الثوار، بس لأن كان يستخدم طيران حديث وصواريخ يعني دقيقة في الهدف، كان يعني كان يضرب إحداثيات تكون دقيقة، كان كثيف يعني، كان الطيران يطلع كثيف لدرجة كبيرة يعني، كان يطلع عباد، كان يطلع سرب طيران كامل يخصف منطقة الجبهة، يعني يضرب خط الجبهة كامل. أثر على التقدم،
بس قوة الشباب الحمد لله يعني رغم هو أثر على التقدم، ولكن ظلنا مستمرين ولكن ببطء ما بالسرعة قبل ما يدخل الطيران الروسي. هل برأيك التدخل الروسي أجبر المعارضة أنه يتبعوا القرار السياسي؟ في شيء من هذا الحكي بصراحة يعني أجبرهم على شروط يمكن هم كانوا ما موافقين عليها من قبل، يلي هي مثلا أنا باعتقادي هي تبع إنه يضل بشار فترة الحكم الانتقالي، وهاي المعارضة كانت ما موافقة على هذا مطلقا، ولكن في احتمال يوافقوا عليه يعني مثل ما لما يحزن هلق بهاي الأيام يعني بجوز يوافقوا عليه من الضغط الروسي اللي عم يصير من قصف المدنيين والأسلحة الحديثة اللي عم يضربونا فيها وضحايا مدنيين كتير يعني.